أكثر من 60% من الشعب التونسي هم من الشباب من الفئة العمرية بين 18 و 30 سنة، عمر معناتها مهم جدا. لكن وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة تتحدث على مشاكل كثيرة تخص هذه الفئة العمرية، خاصة على مستوى تغير سلوك الشباب. علاش الشباب التونسي تغير السلوك متاعه وأصبح ميال نحو العنف؟ أصبح الشباب التونسي مستهتر بعض الشيء، و الشارع التونسي فيه برشا تعدي على المواطنين من قبل هذه الفئة العمرية. الشباب التونسي وتغير السلوك متاعه، عديد من التساؤلات وعديد من المواطنين اللي تواصلوا معنا ويحبوا يعطيوا آرائهم في هذا الموضوع. بطبيعة الحال الهدف هو محاولة إصلاح هذه الفئة ووضع النقاط على الحروف من أجل مستقبل أفضل. علاش الشباب التونسي يتغير في السلوك متاعه؟ وعلاش أصبح ميال نحو العنف؟ وما هي الحلول المقترحة للخروج من هذا المأزق؟ نتابع. ثماش ديسيبلين، ما ثماش ردع، ما ثماش يتحاسبوا اللي قاعدين ببراكيو، ما ثماش كونترول. مثلا انت تدور ثم برشا حوم وبرشا كيما تطابت شارل دو جول، السرقه والجرائم، واللي يشد مراه يحط لها سكينه في جنبها، كان زعما بوليسيه يعمل كونترول للناس الكل ينحي لهم السكاكن اللي شادينهم ويكركروهم من المركز، ومن بعد يتحاسبوا. وكي يجي عيد، وكي يجي انا باش احكي لك بالنسبه كأم نحسب روحي مانيش متثقفه، كي يجي عيد ما يعفيوش عليهم، بالعكس هذوكم يجدوا يعاقبوهم اكثر ويحرموهم من العيد ومن امهم ومن ابوهم. احنا نساء ولينا خايفين، ولادنا حتى معدين 30 سنه، انا واحده من الناس مثقفه ونخدم، ما نحبش نكلم ولدي نقول فيو بالكش يقد روحه ويعمل، كي يتقابل كي يتعرضوا لثلاثه واربعه وخمسه. يا خدام ما ثماش بوليسيه، الدول بوليسيه لاهين بالجماعه الحكم، لاهين بالاحزاب، لاهين هما يعملوا في السيكوريتي، اما الشعب ما همش لاهين بيه، مسايبينه مسكين قاعد يدافع على نفسه. سكي في معناها ما ثمش المفجوعين، كنا مرعوبين على اولادنا، نبداو خايفين. كان ولدي يدخل ما نقولش بنتي نمشي نتعرض لها، انا نفرح. ثماش معالجه منطقيه للموضوع، فماش معالجه عقلانيه، ما فماش البركاجات، فهمتني؟ كيف ما اي حاجه مرتبطه بالامن عندها عمليات استباقيه. الشيء هذا ماهوش يصير، فهمني؟ لا فما الاستباق، لا فما الاكثر من هذا المحاسبه. اللي يمشي معناها فهمني يعمل براكاج يضرب واحد في وجهه ولا ما نعرف شنو، يعدي شهرين ويجي عفو. انا ما فهمتش العفو على شنو يعملوا فيه، شنو هو الكريتير هذا نتاع العفو معناها، فهمتني؟ هذا هو، اذا كان انسان ما يتعاقبش بالطبيعه فهمني باش يرجع ريسيديفيزم، هذا هو. ما فماش معناتها فهمني حل واحد اخر، اما هما الشرطه والامن والمصالح كل تعرفهم المنحرفين معناتها بريسك فهمني 95% تعرفهم معروفين في الحومه ذيك، معناتها معروفين اللي قتلوه دغروه في العوينه، وقتها تقوم فوضى واحنا الشعب ونتكلموا عليه كل شيء، ومن بعد حاجه ماتت وتنسات، واللي بعده لو لوندومان امراه انسانت ريناها، معناها انا اختي في المترو معناها حكيتها وجبد عليها سكينه. وينهم العباد؟ البارح صارت تجريمه واليوم تجبد عليها السكينه، ومن بعد يقول لك المخدرات، مخدرات اش بك ما تحاسبش؟ اش بك ما تعملش كنترول؟ اش بك ما تدخلش الليسيات؟ اش بك ما تدخلش الاحوان؟ اش بك تمشيش القهاوي اللي تحتهم شو ما اش عندهم؟ تفركسهم تجيب باقة تلم الصغار الكل، هذا السويفي اللي يعملوه باش ينظفوا يعملوا. سامحني في الليل يبداوا يدوروا الزنق بقايع الفارغه، يبداوا يلموا اللي قاعدين يخدروا اللي تحت حيط وكل شيء. اما سامحني غايبه غياب تام للدوله، الدولة اللي في شؤونها فيما ينقص، اما ما ثماش بوليسية، لا ثم شكون يراقب، لا شكون يردع، لا شكون يهز الحبس، لا شكون يخافوا منه. كل واحد من الثورة لتوا ما لينا شيء، احنا نساء ثلاثة بتاع العشاء الأربعة نروحوا من الإدارات، نبداو خايفين على الرواح. شكون هم اللي يسيبوا في المخدرات ويسيبوا في الحرابش والزطلة والواحد؟ ما هو ناس الكبار يحبوا يقتلونا عرق بعد عرق. كيفاش انت تجي من الحكومه تبيعوا الزطله ويبيعوا كل شيء ها، ويقولوا كيفاش العباد تاخو؟ مش معقول، مش معقول، مش معقول. انت تشوف صغار صغار يبيعوا في الزطله ويبيعوا في الواحد في الحرابش ويبيعوا. انت قداش مره تشوفيه عرين وشاتي وباتي وحده؟ مش معقول. مناش هذي ما تسيب
اخي بلاد عندنا بلاد نحن بلاد بس مالي ليش بلاد مالي شيهم هم ماكم شيخين في الكراسي وشيخين في الواحد وشيخين في مجلس التاسيس يضربوا فلوس ما فلوس ويزيدوا يبيعونا حشك السم يقتلونا فيه واحد عرق بعد عرق يبيعوا لك الصغار اخي شكون يجي واحد زوالي باش يبيع الزطله ويبيع الحرابش بمرها ما صارت ما كليكات كليكات منين يخرجوا فيهم البر ما هم يخرجوا فيه تجي من الديوانه منين الديوانه مساكنهم يخدم مرويح كل مره يشدوا كل مره يشدوا والاخرين قداش هذوكم يشدوا هذوكم يصيبوا هذوكم يشدوا هذوكم مش معقول وكلها راه ونزيدوا ونرجعوا ونقولوا بلاد بلا شمال ما عندنا حد شيء في الداخل البلاد شيء ما عندنا هاك تشوف الناس ماشيه هامش الهامش لمبا الناس تدور وتفركس كان ما مساكن ما ياخذوش طرف الحوايج اللي محطوطين في القاعه خذاهم خذاهم يمشيوا روح روح مازالت بلاد هذه مازالت بلاد تزولي حفصوه قتلوه وجيو قعدوا في البطويات ونحن عملنا واش عملتوا تيكم تصيبوا حاجه في الخمس في البلاد يقتلوا في العباد فماش ما فماش ما عادش نقولوا نحن راهو نبلعوا في السكينه بدمها راهو اقسم بالله العظيم نبلعوا في السكينه بدمها راهو ماشيين بقدره ربي سبحانه كان نمشيوش بقدرة ربي سبحانه راه البلاد مشات في هاوي يا ربي يعطي خيره هاوي شتي تصب كل شيء وين وين محطوط هذا الكل يتركنوا فيه هما تحت جنابهم يخدموا دوبل فونكسيون يخدم لك منه ويخدم لك منه وما ضابيهم يخليكش تخدم انت ينحي لك خدمتك انت باش يخدمها هو ها يجوعك يقتلك شنو اخر مره نتاع البطاطا باش يجيبوها من تركيا ما عندناش بطاطا يقول قايله بلادنا ما تصنعش البطاطا وما تصنعش شنو تمشي تركيا ويقول خايل زاد البطاطا اللي جايبينها كلها فاسده حاشا ياك سمعتها ولا ليه؟ فماش ما فماش رد على فما حتى شيء نرجع ونقول بلاد بلا شمال الناس مسيب على رواح كل واحد لاهي حاشك فيهم الزوالي راهي فيهم والاخرين لاهين مش فيهم لاهين بيحبوا يطلعوا لفوق المريخ للسماء السابعه يطلعوا منك انت ومني انا نحو ولادك ونحو ولادك ونحو ولادك ونحو ولادك مش معقول البركاجات والعنف وكذا منسوب العنف يعني يرتفع جدا وهذا يدل على غياب الدولة وغياب القانون احنا نعرف تونس اللي البركاجات تصير يوميا وتصير اسبوعيا وهذا يلزم الدولة تردع المخالفين هذوما ولا جماعة العنف هذوما فهمني والمسبب فيه هو بدرجة اولى هو انه احنا نشوفوا ساعات يقع عنف ما يدخلش حتى البوليس ما يدخلش ما نعرفش الله اعلم بتعليمات او من غير تعليمات ولكن هنا نحب نضرب مثال بسيط اللي هو فرضا لو العنف هذا يصير او القتل او السرقة او معناها كل ما هو عنف يصير على واحد من اولاد الشخصيات هل ترى يتدخل ولا ما يتدخلش عليه هو يتدخل لانه هو عنده وثم انا نعرف انا ثم اطراف معناها كي يتولد ويتضرب او يتمس او يصير له حاجه يتوقف عشيتها علاش انا كمواطن عادي تصير الحكايه ذي او تصير الناس كيفي انا ويتسيب السيد وتبدا اموره واضحه ومع البلوش وكي يتسيب المره هذيه ولا ما يكلموش المره هذيه هو اكيد مش يعاود الحكايه ذي لانه هو يحس روحه فهمت لا السيد مسيب دونك باش يعاودها مره واثنين وثلاثه هنا نتسال الدوله هذه انه كيما تصير مثلا يعملوا حملات في اشياء اخرى يعتقلوا نقولوا احنا اعتقال شو اسمهم جماعه الارهاب يعتقلوا الناس هذوما لانه هذا شبيه بالارهاب هذا ارهاب خفيف انت امراه حامل تنطر لها ستوشه اش معناها سيد ولدت في كرشها مشى واحد عنده الفده ولا ترى شنو عنده ما باش يصير نفس الحكايه معناها معناها اش حبيت تقول يعني تطبيق القانون يلزم كل الناس الكل ماهوش يعني اللي عنده معرفه واللي عنده قريب وكذا في السلطه كذا كذا او ينجم يفضها وينجم يتبع السارق واللي يشد ولا ما يشدش ولا كذا واللي ما عندوش بنروح هذا ايش يسمى؟ هذا يسمى معناها عدم تطبيق القانون وغياب الدوله فهمني اللي هي بون في حاجات اخرى لكن ما فيها باس يعطيو شوي اولويه للشارع وللعباد ولكذا انت احنا تو شوفوا في تونس بالك انت في الاحياء الشعبيه اللي يصير ما تعرفوش اللي يصير في الليل وفي النهار وما ادري شنو هي ونسات تضرب واولاد تضرب وما ادري شنو معناها امام المراه ومسمع من الناس الكل ولا يحرك سكن هذه مشكل يلزم الدوله تتدخل باش نجموا احنا باش نقولوا انت تو شعار ذاك تونس في امن وامان وتونس بلد الديمقراطيه وحقوق الانسان يقول هو هذا حقوق الانسان والديمقراطيه الديمقراطيه على الورق مش على الورق الديمقراطيه على الميدان باش تطبق القوانين نتاعك فهمني او نشوف انا ساعات في برشا دول كيما ترى لبنان وترى غيرها وترى غيرها نفس الحكايه كله كيف كيف هذا نشوفه فيه حسب رايي نشوف اللي كما انت معناها قلت فما بركاجات صحيح من قبل مي البريود هذه برشا باسكو انا نشوف اللي تقصير معناها من الامن فهمتني انا نرى اللي تقصير دو تيل فاسون معناها كاينه ولات لعبه الحكايه برشا حالات كل يوم فما شكون توفى فما معناها شكون اغتصاب كل شيء
هذا الكل راه انا من الدوله معناها وفي الوقت هذا معناها وقت نتاع انتخابات نعرفش معناها فما شكون يحضر باش كيف يجي هو معناها تنقص بركاجات ولا حاجه. هذايا معناتها تحت ظاهره المخدرات، والله انا راها فهمني هي سماعه وتعل معناتها فهمني هاني تحت المخدر ما عادش نشوف. انا الحقيقه ما نسترش الراي وان كان عنده معناتها تاثير فهمني، اما لكن اللي هو تحت المخدر ما جاش حتى واحد فيهم لوح روحه تحت مترو ولا تحت كار، معناتها اللي يمشي يعني يتناول المخدر والا يشرب حاجه معناها تنوم والا كذا ومن بعد يقول يعطي العذر للروح ويقول سامحوني راني انا راني معناتها تحت المخدر راني باش نعمل شنو باش نعمل وما تحاسبونيش. هذه ماهوش كلام راهو توجوريتيل، معناتها العمليات الاستباقيه تتعمل حتى في الحاجات من المسبات نتاع معناها البركاجات. يتحاسب بالطبيعة، لازم يتحاسب فهمتني، ولازم البارونات اللي تدخل في المخدر تتحاسب، والحلقة مرتبطة ببعضها. تونس شعب ما غير حكومة، وحكومة ما غير شعب، الحكومة في واد والشعب في واد. أنا كمواطن ما نحسش يلي ثم حكومة، ما نحسش يلي ثم مؤسسات متاع دولة، ما نحسش موجودة. الشعب ما غير حكومة، حكومة ما غير شعب، ما ثماش مؤسسات، ثم ناس تتكلم على السلطة، وبلاد اللطف تبنيت على الرشوة وتبنيت على مخالفة القانون. انت هاك تشوف حتى في المرور كيفاش نعيشوا في فوضى. الشعب التونسي يظهر شعب في القمة متاع التخلف، في القمة كيف تسافر لبرا وتجي تشوف تونس تراها في القمة متاع التخلف. أنا نقول لهم كأنهم اللطف يا ربي سامح، كأنهم حيوانات في جبل وحيوانات وحشية زادة شيء انكريديبي اللي قال طليان. ما يتصوروش العقل الحالة اللي فيها احنا، المستوى بتاعنا احنا مستوى ما عندوش مقياس، ما تنجمش تقيس المستوى بتاع الشعب التونسي قدام الأمم. شعب كارثي، نعيشه في كارثة من الهرم بتاع السلطة لأسفل السلطة. ما ثم السلطة، ثم فساد، ثم دولة فاسدة، دولة لا مبالاة بالشعب، المصلح يولي فاسد والفاسد يولي مصلح. هذايا الحالة اللي نعيشوا فيها. شني باش تلقى في الحالة هذي؟ باش تلقى الإجرام، باش تلقى القتل، باش تلقى السرقة، باش تلقى الغش، كل ما هو ممكن تلقاه اللطف. وهذايا نتيجة متاع المسؤولية، حتى المسؤولية راهو في وسط العائلة. خلف المسؤولية اللي باش تتحملها المؤسسات، مؤسسات ما ثماش، تمشي لاي مؤسسه تسمع كان ارجع غدوه، بلاد ارجع غدوه، فلان ما جاش. انا جيت المؤسسه تسوى مليارات، تجي تقول لي فلان لو كان حاجتي بيه راني مشيت له للدار، ما جيتوش للمؤسسه. تفكير بديهي، ما ثماش تفكير لا عند حتى عامه الشعب. اخي المسؤول مش من الشعب، يقول لك مواطن عادي، واللي أدى من هذا يقول لك مواطن عادي. كيف شنو مواطن عادي؟ كيفاش باش يولي المواطن ماهوش عادي؟ يمشي يسرق؟ كارثة. باختصار نوفى الكلام بتاعي، شعب تونسي صفر وعي، صفر مسؤولية، صفر حب للوطن. كيفاش هيك الحب هذاك باش يولي فعل، باش يولي لاكت، باش نولي نحسوا به ونتمتعوا به؟ الدولة ماهيش تحارب، ونتصور أنا أكثر نسبة معناها هي الحراب، مش يمكن أكثر سبب من المخدرات فهمتني. معناها اللي راهو فما عباد محميين في البلاد هما اللي دخلوا في معناها على الحراب، مش معناها دو ليني روج سير الحراب، مش معناها اللي هي فما ناس معناها ما يهمهمش معناها مصلحة البلاد، بار كونتر هما في السلطة معناها هما السبب. المشكلة ماهيش متاع الدولة وحدها ولا متاع الأمن وحده، المشكلة بالنسبة لي أنا كتونسي أونتيت هي التربية، هي الثقافة، هي الوعي، هي مسؤولية المواطن. وبعد تجي الدولة، وبعد تجي المؤسسة الأمنية، كي الدولة ما تسنش قوانين فيها الردع باش تحمي المواطن، باش تحمي اللي يخمم باش يقوم بالعملية الإجرامية، وباش تحمي المواطن البريء اللي يتعرض للعملية الإجرامية.
يلزم ثم قوانين متاع الردع. القوانين متاع الردع غايبة في تونس، ماهيش موجودة، ونشوفوا العباد الكل تحكي فيها، يقول لك واحد عمل الجريمة وبعد تلقاها مسايب. منين هذا؟ ما ثماش قانون. الشباب اللي يعيش فترة فراغ، اللي يعيش البطالة، اللي يعيش أوضاع اجتماعية مزرية، واللي وصلوا اليأس، ربما ما عادش يفكر برشا في ماذا يفعل في الشارع، ما عادش يفكر في سلوكه، ما عادش يفكر أنه أحيانا أصبح عدواني ويعتدي على غيره، أو يسلب أملاكه، أو يسلب ما يحمله من نقود. وذلك علاش موضوع العنف متفشي في الشوارع التونسية. الحلول المقترحة ربما هنا هي مزيد العناية بالشباب والإحاطة به نفسانيا، وبعث مشاريع تشغيل للشباب، وأيضا فتح الأفاق أمامه، خاصة من حاملي الشهائد العليا ومن المتخرجين من الجامعات. الفراغ الاجتماعي ربما يدفع نحو الانحراف، لكن الشباب دائما مسالم، الشباب طيب، وبمحاولة تأطيره تكون النتائج أفضل.